هل يمكنني أن أتدخل بسؤال خارج الموضوع يعني يتعلق بالسينما؟ لأنني أنتظر هذه الفرصة للقاء قام من قناة السينما لأطرح سؤال معلقا منذ السبعينات وأجعله في صيغ تساؤل مطروح يمكن أن لا يجيبني حتى لا أثقل على الجمهور في ميدان السينما. على كل حال بكل تواضع أنا مختص في الأدب الشعبي وتابعت كل الحصص من بداية السبعينات إلى غاية أن انقطعت تلك الحصة الثامنة وخاصة السينما الأمريكية. سؤالي واضح وبسيط لا يتعلق بتقنية السينما لأنني لست مختصا ولا بالإخراج ولا ولكن يتعلق بالحوار. سؤالي أين موقع الأدب الشعبي في الحوار في السينما الجزائري؟ لأنني وأثناء دراسة كانت موضوع محاضرة السخرية في الأدب الشعبي الجزائري، درست المدونة الشعرية الجزائرية في الأدب الشعبي، فوجدت أن كل المخرجين ابتداء من تحيا يا ديدو الذي أعتبره أول فيلم جزائري، أنا لا أعتبر معركة الجزائر من كفيلم جزائري إنتاج جزائري، معركة الجزائر إنتاج مخرج إيطالي إلى غير ذلك. أول جوهر جزائري. حتى لا يذهب بي الموضوع أتحدث عن الحوار. عندما كنت أدرس أخذت مجموعة من الأفلام تابعتها، وجدت السيناريو كل الأفلام وخاصة الهزلية كل الأفلام اعتمدت على الأدب الشعبي وخاصة ديوان الصالحين والشعر. وأضرب لك مثالا بسيطا، رحلة المفتش الطاهر، عثمان عريوات في فيلمه، الفيلم الذي أخذ السعفة الذهبية، كل الأفلام تعتمد في حوارها على الأدب الشعبي الجزائري وخاصة الشعر. إذا كان المجال يتسع أعطيك أمثلة حتى لا قطع. أنا أتحدث عن الحوار. سؤالي المطروح المفتوح يتعلق بالحوار، أين موقع الأدب الشعبي والشعر الشعبي تحديدا في السينما الجزائرية؟ مفهوم الجوهر تاع القضية هو الحوار واللغة الجزائرية المستعملة في الأفلام الجزائرية. منذ الاستقلال وحنا متخبطين ما بين اللغة التالتة، اللغة العامية، ولكن بعض الأفلام نجحت. يعني بالنسبة للتراث والشعر عندنا حزية تاع محمد حزورلي اللي كان ناجح.
لماذا تدي يا طربي للزينين يدرب وجوه الأحباب خسارة يا فراق ليك المجملين يا ذواق الحزن بكثر مرارة دربت أنبياء دربت مرسلين دربت ملوك مع أمارة دربت علماء دربت صالحين دربت أبطال مع شعارة يا إلهي قدرتك أنت المعين صبر يا إله مول الإمارة قدرتك يا الله خالق الدارين تقهرنا بالموت لنا إشارة فرقت عشاق اللي متحبين بألم الحزن قلوبهم زيارة رحمة غارت المدى الرحمين نحن نجمعين في ذيك الحرارة عندنا افلام كما مثلا حتى الترجمه تاع الافلام تاع الفيلم تاع مصطفى بديع الحريق وما في هذه المقبرة أين يدفن الأموات هنالك تحت الأموات أناس أحياء يعيشون أحياء تحت الأموات اليوم علم عمر أن هذه المخلوقات ليست بأموات كالذين ينامون فوق رؤوسهم هذه المخلوقات تلقي على أنفسها نفس الأسئلة التي يطرحها عمر على نفسه هم مثله تماما يجتهدون في اكتشاف عدوهم الحقيقي مثله كذلك يريدون المقاومة ومثله أيضا هؤلاء الناس يعلمون أن الجوع ما هو إلا مظهر من مظاهر فقرهم وأن المقاومة الحقيقية يجب أن تشن ضد المسؤولين فاطمة روح شوف أختك واش هي تعمل بوح أختي راهي في بيت الراحة واش حبيتيها تعمل تما من غير هذاك الشيء اللي على بالك به سود ساعتك يا وتشتبه ديال ما جاش في بالكش مع صالح تما واش حبيتي يصير فيها خفتي هطيح لك في الثقبة ما زيديش تشوفيها غير ما تخافيش ما يكون غير خير غير ما تخافيش هذاك اللسان ديالك راني كاشي نهار نقطعه لك ونشويه هذيك اختك تقول شي عدوتك مانيش عارفه واش دارت لك ما جاتش في بالك بلي طاحت انصرعت ولا تغمت ولا كاش ما صرا لها اه راني فهمتك حبيتي كل خطره كي تروحي تما لازم نوقف عند راسها ونعسلك عليها اسمعي 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 يا يمه العزيزه انا قابلت لك كل شيء بصح غير هذيك بس الفرا ماني قابلتها الترجمه كانت جميله جدا اللي كان وراها وزيدي وكان وراها ايضا عبد الحميد بن هدوبه اللي ساهم في الترجمه تاعها اذن كانت شعريه فيها ثانيك بوعمامه اللي نتجت هنايا كنت منتش منفذ في اللي بن عمر بختي وتفضحوا في جميع الاعراش وتبقى مسجله عند الاجيال مقواني مقواني نبكي لجراح مهولين بيا فرقة وطني وعز الوطن مقواني نبكي لجراح مهولين بيا فرقة وطني وعز الوطن
رانا برك راس نجوع متنزهين، ما قعدوا في الظل الا اصحاب وران. اللي يبغى الجنه يضاد الكافرين، واللي يبغى لهنا بغى تمزان. قولوا لا طلع، قولوا لا طلع، واش كل يا حزين ولاه تشمت في اللي ما كنتم قران. لعبت بك الدنيا، لعبت بك الدنيا ايامها فانيين، ما خيار انت ولا كلا بعديان. صحيح، أشعار بالخير تزرع الحماس في قلوب المحاربين. كلام مقاطع كيف نياب غران الصحراء، بلا شك راح يخليه في جسم الخاين عطلة آثار ما تتمحاش، تبقى وصمة عار في جبينه إلى الأبد. والآن ماذا بيا نوضح الوضعية تاعنا؟ اللغة كان طبعا كان الحوار من بوعلى مساح اللي يتقن اللغة العربية يعني بطريقة جيدة جدا، من الأدباء الكبار في الفن الجزائري. ولكن رجع من بعده في التصوير، أنا كنت موجود في التصوير بعض الأحيان، كان عثمان عريوات يدخل روحه خاصة في الذكر النبوي. عنده 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 ثقافة، عنده ثقافة دينية كبيرة عميقة، اللي هو اللي كان دعمه مرات. صحح كان بعض الممثلين اللي كانوا يعطروا شوية العربية في ذاك الوقت، كنا في 83 مازال كانوا المفرنسيين إلى آخره ما يعرفوش، كان يعاونهم، كان يقوم الدور الأساسي ويزيد يكون في مساعدته. يعني أنا نشهد باللي عثمان عريوات قام بمجهود كبير. ثم عندنا مثال آخر وهو سنوات المحبة تاع عز الدين مدور. Bien, je suis le responsable suprême. C'est moi qui porte le destin du pays. Tous les soldats français doivent donc m'obéir. علاش عليك هذا كله يا الجنرال؟ علاش تثقل على نفسك؟ المسؤول جهة أخرى. نسمعوا الحكم العام ينعت لنا مرة أخرى وين هو المسؤول. Armée d'Algérie, c'est une supplication, mais c'est aussi un ordre. Serrez derrière le général Charles, serrez derrière De Gaulle. Les musulmans sont là. هادو هما المسؤولين. ثيابهم المدربلة، أقدامهم حفيانة، ووجوههم المغبرة يخوفوا. الفقر يخوف. العمل لازم يزيد في السرعة، الإنتاج لازم يقوى، وإلا يزيدوا ويتسلطوا الفقر والمجاعة. Que serait l'avenir des enfants algériens si un jour devaient s'arrêter les échanges entre les deux rives méditerranéennes de la France? Pour la France, une paralysie partielle. Pour l'Algérie, la mort lente par la sclérose et l'asphyxie. Nous pouvons voir aujourd'hui que certains pays d'Afrique livrés à eux-mêmes sont voués rapidement au chômage, à la famine, aux troubles sociaux et aux guerres civiles. Pour l'Algérie, le galop démographique transformerait rapidement cette crise en catastrophe. البلاد هذه تضيع لو فرنسا تخرج منها، المزية مازالها قاعدة. هاد الناس ما عليهم غير يزيدوا يعيشوا هانيين في غيرانهم، يعيشوا في سلامة حد ما يضرهم. كيفاش كانوا عايشين هاد الناس قبل ما تسلم لهم فرنسا هاد الأشياء؟ ما كانوش عايشين في الرفاهية صح، ولكن كانوا عايشين في القناعة.
français pour introduire dans des populations non encore civilisées ce qui était le progrès. Sans doute est-il arrivé que certains peuples ont eu la responsabilité, ont pris la responsabilité de ces populations. هاتف الامريكان خدوا المسؤوليه من جهتهم حصروا للزنديان في مركز وزري. هيا نتبعوا الان رجال دوغول ونشوفوا كيفاش ياخذوا المسؤوليه على الجزائريين. عزيز مدور ما نعرف ليش شفتوا الفيلم هذا ياش فيلم وثائقي اللي يضحك على رجال السياسه الفرنسيين اللي كانوا اثناء الحرب التحريريه وخاصه دوغول. كان ثاني نص من تعريف من تعريف عبد القادر علوله ومن اداء عبد القادر علوله والنص كان جميل جميل جدا. صح السينما الجزائريه مرت بمراحل صعبه ولكن اليوم الشباب اللي احنا موجودين اليوم عم نتفرج في السينما بزاف الناس اللي حاضرينهم ويمثلوهم بالسابق ولكن هادو قراو في المدرسه الجزائريه ويحسنوا العربيه وعندهم العربيه تاعهم احسن من الشيء اللي كان موجود ما نحقروهمش. بسيط يلا. انا سؤالي قلت لك موقع الادب الشعبي بصفه عامه والشعر الشعبي في السينما الجزائري، انا عارف احصيت ما احصيت في السينما الجزائري، ولكن الاستنتاج اللي خرجت به هو ان كل ما لجأ السيناريو في السينما الجزائرية إلى الأدب الشعبي ينجح الفيلم. لماذا؟ لأن كانت قلتها أخوي كانت تداخلات لسانية، ما كانش لغة موحدة، ما كانش كذا، ولكن كل ما جاء نعطيك أمثلة ناخذ فيلم فتش الطاهر. ناخذوا حتى فيلم الساعة الذهبية عندما كان المخرج يحاول في الخبر. حمينة. ولكن اسمح لي من تأليف رشيد بوجدرة كل الشعر الملحون الشعر الشعبي جاي من تأليف رشيد بوجدرة. رشيد بوجدرة. ولكن حمينة قام بالدور على كل حال. اسمعوا يا الحيين بلي المتيالي تتخبطوا في الطين يوم الحق راهو جا اللي كنت انا فيه ميلود نترجع وانتم ما مسكتوا تنشجوا كي ثبان على النجاسه في كل مكان وعلى الفضله اللي يرميوها لكم الكفار حشومه عليكم يا لي فضيحه ويا لي العار. دور ما يعرفش العربية ولكن لجأ إلى الأدب الشعبي ولهذا قلت لك التداخلات اللسانية الجزائرية تقتضي لغة موحدة واللغة الموحدة تأخذها من الأدب الشعبي. فهمنا مخرج كبير وعرف كيفاش يصور وعرف تعرفوا باللي هذاك الدور تاع ميلود هذاك المجنون هذاك كان باش رويشد هو اللي يقوم بها وما تفهموش ورشد شوية قبيح ومخضر حمينة ما تخافش عليه ثانيك إذا تخاصموا شوية وآخر لحظة قرر باش يقوم. احنا باش ما ننساش شت كان بومدين من حمين لا أو لا شت كان منه لأن حسن تيرو توا تي في با بوليتيك جامي إي تي فودران دير فو في سا كونار كونار وي كونار تونو حسن تونو ندير حسن لو بارودي تونو تي كومبون بان وي allez embarquez le. Thank you.
journaliste. Comme je vous l'ai dit au téléphone, capitaine Gaillard, notre ami Hassan est le nôtre. À partir d'aujourd'hui, il collabore avec nous. N'est-ce pas, Hassan? Ah oui, oui. انا نحكي لكم على حسن تيرو. حسن تيرو كي كانت في المسرح قالوا له بومدين، قالوا له راه واحد المسرحيه هذه عامين وهي عندها ناجحه كثير ولازم تشوفها. خرج بعد ما بدات المسرحيه، دخل سريا لواحد لاوج هكذايا وشاف المسرحيه وقال للسائق نتاعو، قال له روح جيب الخضر، جيب الخضور، كان يسميه خضور، جيب خضور جيبوا لهنا الى عندي. قال له شوف الفيلم هذا، هذا المسرحيه هذه لازم تقتبسها، لان الناس اللي كانوا خايفين، اللي كانوا يخافوا هما اللي ولاو ابطال. اللي ما يخافش ما كانش يكون بطل. اذا راح في التصوير، راح رويشت بدا قبيح هو في التصوير، يحب يفرض نفسه وما يحبش كلمه تتغير من المسرحيه نتاعو. راح شكل بومدين، ومنين قالوا شوف المخرج هو صاحب الفيلم، خليه يخدم على روحه وانت قم بالدور نتاعك وسكت.